كما نقول تنشوف شي فيديوهات ليا الا ما هضر رسول الله تتعايرني لا اله محمد رسول الله يعجب مول فيا التعاير ومول فتا تبكي ومول فتا تشكي. انا عمري ما بكيت وعمري ما تعايشت مع شي واحد وعمري ما طيحت قيمه شي واحد، ولو كون عندي بروبليم مشاكل مع خويا ولا مع اختي عمري ما نجبدهم ونبكي باش الناس يدخلوا يتفرجوا فيا. هي دارتها انا ما درتهاش، ما نقدرش. الشخصيه ديالي ماشي هي ديالها. قلت لك تصيفط لي الفلوس باش تصيفط لي بالناس اللي تتفرجوا معاك اللي مطلعين لك القناه، باش انت ما عندك والو. شنو عندك؟ ما عندك والو. كان ما عندك والو شنو كان عندك؟ ما عندك والو. اول حاجه يعني الناس هما اللي هذوك الناس الحباب اللي تتفرجوا فيك هما يطلعوا لك القناه. وليتي دابا انت عندك هذاك الشيء اللي تقول لي تصيفط لي، اش عندك ما تصيفط لي؟ دير الخير من دوك الناس اللي تيجيو عندك تبقاو واقفين حدا الباب تطلبوا منك الدعم وتيخرج راجلك تجابي عليهم والمعيور خايب. لي المعيور ما نقدرش نقوله. قلتي انا عايرتك، حسبي الله ونعم الوكيل، عايرتك. انا ما عايرتكش نهائيا وما شفتكش نهائيا. عايرت لي خدام من عندي الفلوس، انت ما عايرتكش. وانت عايرتيني بشكلي وعايرتيني عطيتي لي الفلوس، انت عطيتي لي الفلوس من المغرب لاوروبا ضحكتيني بهادي، عرفتيني الادب. حسيت بيك الانسان ما تيكون مسكين مقهور في حياته وتيوصل واحد الحاجه لا حول ولا قوه الا بالله. تبدا خصك تعمل شي طبيب نفساني بعدا، ملا تعطي الفلوس من هنا حتى لي خصك تعمل طبيب نفساني. وقال دير دوك الناس تيجيو عندك يوميا دعم دعم تدفعي ليهم كبير، هذوك صدقي عليهم. انا ما تنعرفش نتعايا وتجبدي الوالده. انا ما تنجبدش الوالدين، اوكي؟ ما نجبدكش امك، ما ولكن انت ما فيكش الخير. انت عبوستك شنو درتي ليها؟ حسك الخير غتعرفي تهضري معايا انا زوين. انت اصلا فيك هذاك العيب كلشي مجموع فيك. ها الناس كانوا كتسبكي كتقولي ياك احمد ياك احمد، هذاك الشيء حنا ما نقدروش نديروه، نطيحوا من قيمتنا باش نوصلوا. شكون تيرزق في الدنيا؟ تيرزق ربي. شكون اللي تيعطي؟ تيعطي ربي، اوكي؟ ماشي بحالك هما اللي تيرزقوا، بحالك الناس هما اللي عطاهم القيمه. بحالك انت حنا اللي عطيناهم القيمه ولاو عندهم قناه بحالك انت. ولكن ما تنجمعش، كاين الناس عندهم قنوات الروعه ولكن انت ما تستاهلهاش. سمعتيني؟ يلا وديها عاوتاني، شجليني عاوتاني. ولكن ما تنعايرش انا، واخا انت عايرتيني وجبتي الوالده ديالي وقلتي شي هضره اللي ما كايناش، عمرك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وتنتسنى تصيفط لي المرضى، يلا انا محتاجه. صيفط لي المرضى باش نصدقها. تصيفط لي وانا نصدق. لا اله الا محمد رسول الله. اللي ما عنده خير في عائلته يكون خير عنده مع الناس. شوفي انت شنو درتي في عائلة الراجل عساك. المهم لا اله الا محمد رسول الله.